بحدة غير مسبوقة وفي وقت استثنائي على الساحة اللبنانية، خرج رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في مواقف هجومية طاولت بشكل أساسي رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل. فالحريري وبعد حجر كلامي لفت في دردشة مع الإعلاميين في بيت الوسط إلى أن الاستهداف السياسي مستمر، وقال: إن كانت الأمور هكذا فنسلم الأمور لجبران باسيل، ولكن فشر على رقبته، فقد استلم الكهرباء ورتب علينا 11 مليار. وأردف: أعمال جبران باسيل محمية من مين؟ حزب الله هو في النهاية يتحمل المسؤولية وهو الذي يحمي باسيل. وأضاف: نستطيع أن نتحدث بعقل لكنهم لا يريدون. وأكد الحريري الاستمرار بالمعارضة مشددا على أن رئيس مجلس النواب نبيه بري صمام أمان وأن باسيل موجود بسبب حزب الله، موضحا أن المستقبل لم يقم بأي مواجهات في الشارع. ورأى الحريري أن البلد إلى تدهور ويجب التحرك، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي هو الطريق الوحيد للمساعدة، وأشار إلى أن لبنان بحاجة لضخ أموال وليس المس بمدخرات الناس، وقال: فاوضوا صندوق النقد وكونوا شفافين، وإذا كان هذا الأمر يريح البلد فلنقدم عليه، وهذا ما كنت سأقوم به. الحريري تابع: أنا مع إسقاط هذه الحكومة إذا فشلت، وإسقاطها في شكل شنيع. واعتبر أن العفو العام عملوا مسلم مسيحي، وسأل: في أغبى من هيك؟ في المقلب الآخر، رد على كلام الحريري على لسان عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود: يمكن صدمة سعد الحريري أنه افتكر، وأنا رح أقوله على الهواء، أنه التسمية الرئيسية هي بونبونة من كبة للتيار العوني وللمسيحيين بين هلالين، هن يتسلوا بالكرسي وانا بتسلى باللي بدي اياه مثل ما انا عم بتسلى، وبصرف من مال الناس وبخرف من تعبهم ومستقبلهم، وبضل تارك شركاتي ومحافظاتي ورفقاتي قاعدين على هيدي البيضة على هيدي الدجاجة عم بتبيض لهم ذهب، واللبنانيين عم يتسلوا. يبدو المصلحة الجيبة اهم من مصلحة اللبنانيين. كيف يعني الله يستر لبنان الصيغة؟ اللبنانية مش مستهدفة، ورح اقول لك ليه. هذا الاستحضار للطائفة السنية لانه قيد للطائفة السنية من خلال اتفاق الطائف، يعني اللي فيه شبه اذا بدك عورات وشوائب كتير، انه يستولوا على كل النظام السياسي والمالي والاداري عبر الخلل بالتوازنات السياسية والدستورية. نعم. واعتبروا انه هذه مكتسبات بالوقت اللي هي عورات دستورية. وقبيل كلام الحريري التصعيدي، عقد في بيت الوسط اجتماعا لرؤساء الحكومات السابقين الذين دعوا على لسان فؤاد السنيورة للتوقف عن محاولة تحويل النظام من ديمقراطي إلى رئاسي، وعن ضرب صلاحيات رئاسة الحكومة وجعلها مطية لأحقاد صغيرة لهذا وذاك.